تعرفوهاش التو دي طبعا. لا. وانت يا باسم غيرت لون شعرك؟ اه. كان ابيض ولا هو انت على الاصفر ده على طول؟ لا انا لا هو كان شعري يعني اسود عادي. لا الاولاني بس انا شفت في صوره ليك على الفيسبوك. لا لا ده انا كنت حاطط ابراهيم بقى الحلاق الكافوري بتاعي كان حاطط لي مواد كده فطلع الاخر كان التحضير الاولاني سواء احتفال الدوري وان شاء الله يرجع طبيعته تاني. لا لا عادي انا بس بتكلم عشان الناس شايفاك وانت قمر في كل الاحوال. طبعا هو بيديك الاول الابيض وبعدين يخش على اللون اللي انت عايزه. اه اوكي يعني الاساس بتاعنا ابيض. اه طبعا وبعدين اخترنا بعد كده الاصفر. هو اللي بيختار بقى كابتن مشاهد. الابيض زي ارونا كونيه. ارونا كونيه لعيب جامد. عارف انت لعيبه اوروبا كلها كل يعني اي حد بياخد بطوله بيعمل حاجه زي كده. يعني بيكهام كان بيعمل كده على طول. بالظبط بالظبط. يعني لا بالعكس حاجات لطيفه جدا. كتير بتعمل كده بس جداً. احنا هي جديده بس على الشعب المصري. اه ليه ما ابراهيم سعيد سبقكم في المساله دي من لا في ناس كتير يعني. في ناس اسماء كتير يعني. في ناس كتير طيب.